المجالات لازم الإنسان يتحدث كان في اختصاصه. أكيد. ربما إذا كان بيتحدث في عموميات وإلا باش يطرح إشكالات وإلا باش يطرح أسئلة هذا من حقه، ولكن عندما يصبح يولي يوجه في الناس ويعطي فهم في القواعد ويعطي فهم في الفتاوى، يلزم يكون هو عالم بالشيء وداري به. فيما يخص هذا القانون المالية الإسلامية بصفة عامة، يعني سواء كانت المصارف وإلا غيرها، يعني إذا أحيانا تشوف كل من هب ودب معناته يحكي فيها ويقول لك هذه المالية الإسلامية كما المالية التقليدية كما المالية الربوية، وهذا معناته إن شاء الله نذكر رواحنا ونذكر الناس اللي راوا هذايا كان قول معناته الكفار، معناته وقت قال ربي سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النص، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. يعني الكلام هذا راه قالوه ناس قبل، دونك ردوا بالنا اليوم ما نخلطوش ما بين التجارة وما بين الربا. والعلماء اللي عندهم ما يقولوا في هذا الموضوع، هذه حصة مفتوحة وهذه دعوة مفتوحة لهم الكل، ونحن ديجا برمجنا